ببساطة وبسهولة؟ حتى نزفي يا زلمة تاني. عاد الخبرية ما هيك؟ ما في مشكلة. أخذت القرار لحالي. وأنا؟ أنا شو لمار؟ إياد، ما في قدي محل تاني. بس أنت مرتي يلي بيناتنا زواج كامل. كان، بس منه شرعي. نحن يلي معطي هذه الشرعية نحن؟ كيف؟ إذا نتجوز خطيفة؟ انسي، انسي موضوع الخطيفة كله لمار. أنت ليه ما عم تقدري ظروفي؟ قلت لك انطريني شوي، وضعي ما بيسمح هلا. شو بدك ياني أعمل يعني؟ بروح لعند بيك بقول له أنا شاب ما معي ليرة بجيبتي، جاي أخطب بنتك وعيش أنا وياها بالشارع؟ ناكل حب ونشرب عشق وتدفينا أحضان الطبيعة؟ إياد، إذا بتريد فهمني. لمار، ثلاثة شهور بس. طيب شهرين، شهرين بس وبعدك لاقي شغل وبيجي بخطبك دغري. إياد، أنا أخذت قراري. خلص. ما رح يتغير شيء بهذا الحكي. مشان الله خلص. شو يعني خلص؟ إياد، عرسي بعد 10 أيام. قبلت الزواج بك؟ قبلت الزواج بك؟ على مهر معجله مليون ليرة سورية فقط غير مقبوضة؟ على مهر معجله مليون ليرة سورية فقط غير مقبوضة. ومؤجله مليون ليرة سورية فقط؟ ومؤجله مليون ليرة سورية فقط. تفضل استاذ. عطي للشهود اذا بتريد. حاضر. ورقم الهويه حد الاسم اذا بتريده. مبروك.